اهلا وسهلا المشاهدين الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر المخصص لنشره كوفيد 19 اليوم يا مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في، ونقدمها لكم اليوم من مدينه بولمان من اقصى مدن جهه ومن مدن اكبر اقاليم جهه فاس مكناس واللي كنتواجدوا بها مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في اليوم. فسجل بجهه فاس مكناس 9 اصابات بكورونا وحاله وفاه واحده في 24 ساعه الماضيه مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، وجاء توزيعها كالاتي: فاس 3 حالات، مكناس حالتين، تازة حالتين، ثم تونات بحالة إصابة واحدة وحالة وفاة واحدة للأسف. الحاجب حالة إصابة واحدة مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، كما كتابعوا معنا من هنا من بولمان مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، هذه نشرة كوفيد 19 اليومية الخاصة بجهة فاس مكناس. وكل مرة كما اعتديتوا معنا كل مرة كنقدموا لكم نشرة كوفيد 19 في مدينة من مدن الجهة من أجل أنه نوعوا كذلك المناطق اللي كنتواجدوا بها على في مختلف ربوع يعني المدن المكونة لجهة فاس مكناس. وكما قلنا تعود الإصابات، تعود الحالات مؤكدة اللي تسجلت في 24 ساعة الماضية، زيد عليها حالة وفاة واحدة اللي تسجلت في 24 ساعة الماضية مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في. كذلك وكما قلنا جاء توزيعها الجغرافي كالآتي: فاس 3 حالات، مكناس حالتين، تازة حالتين، ثم تونات حالة إصابة واحدة وحالة وفاة واحدة في 24 ساعة الأخيرة. والحاجب سجلت بها حالة إصابة واحدة، ثم بولمان لم تسجل به أي حالة إصابة مؤكدة. على المستوى الوطني سجلت 114 حالة جديدة في 24 ساعة الماضية، وكذلك سجلت 3 وفيات. عدد حالات الشفاء وصل 364 حالة في 24 ساعة الأخيرة، ليصل مشاهدينا ومتابعينا عدد الحالات النشطة إلى 2815 حالة. وكذلك تم إنجاز 9600 تحليل في 24 ساعة الأخيرة مشاهدينا. درجات الحرارة منخفضة جدا، غنقولش لكم يعني البرد الآن اللي كنحسوا به في اليدين ديالنا، هذا علاش كنزرعوا شوية في قراءة هذه المعطيات وكذلك الحصيلة الوبائية الخاصة بهذه 24 ساعة الأخيرة. تم إنجاز مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في 3684 تحليل أنتيجيني سريع بمطارات لدى المسافرين في 24 ساعة الأخيرة. كذلك للإشارة فقط فتم تسجيل 152 حالة خطيرة وحرجة، هذا هو العدد الإجمالي للحالات المتكفل بها. تسجلت 5 حالات جديدة في 24 ساعة الأخيرة لحالات خطيرة وحرجة، منها 3 حالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، وليصل العدد الإجمالي إلى 50 حالة لحد الآن لتحت التنفس الاصطناعي الاختراقي مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في. على المستوى الحملة الوطنية للتلقيح ضد سارس كوفيد 2، راه وصل العدد ديال المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى إلى 24,755,877، ليصل كذلك معدل المستفيدات عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية إلى 23,210,400 ديال المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية. الجرعة الثالثة أو الجرعة المعززة راه وصل عدد المستفيدات والمستفيدين منها تقريبا راه قرب يوصل العدد 6 ملايين، وبالضبط وصل إلى 5,825,934 مستفيد ومستفيدة مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في. مكناس واللي كنتواجدوا الان باحد مدنها واللي هي مدينه بولمان، واللي كنتمناو نكونوا من خلال هذا البث المباشر وكذلك من خلال هذه الزياره هذه نكونوا صوت ديال المواطنين وديال الناس اللي كانت نعتذر على انقطاع الخارج عن ارادتنا. كما قلنا قلة التساقطات المطريه وهذا الموسم ديال الجفاف اللي شفنا هذا العام، فكان عنده تاثير كبير كذلك على المدينه مشاهدينا ومتابعينا. وكما تهيب
كل يعني الجهات المسؤوله وخصوصا وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه بكل المواطنات والمواطنين الالتزام بالاجراءات الاحترازيه المتبعه في هذا الباب هذا، من وضع كمامه وكذلك تجنب التجمعات والتجمهر، وزيد على ذلك التعقيم، ثم الناس اللي باقي ما خدوش الجرعه ديالهم الثالثه او الجرعه المعززه يتوجهوا لاقرب مركز صحي. وكنتمنهم الله، وشفنا هاد اليومين الماضيين البلاغ ديال وزاره الصحه وكتعلن على انتهاء موجه اوميكرون ببلادنا، فهذه كلها مستجدات جديده وكلها يعني كما كنقولوا الحمد لله الفرج قريب، فما علينا الا نزيدوا نكملوا التجند ديالنا من اجل وقف هذا النزيف اللي هو نزيف كورونا واللي مازال لحد الان كتستنزف. يعني ملي كنسمعوا ثلاثه ديال الناس ماتوا، اذا كورونا راه مازال عندها تاثير، مازال كضر الناس، وهذا هو اللي كيخلينا كندويو بهذه الطريقه وكنتكلموا يعني بكل حرقه، لانه ما غنبغوش نسمعوا صفر، بغينا صفر اصابه صفر وفاه في اليوم الايام القادمه. والحمد لله المغرب والمغاربه هاد الجائحة ديال كورونا بطريقة ذكية بتعامل يعني بتعايش ديالنا بإمكانياتنا بداكشي اللي عطى الله كما كنقولوا، الحمد لله قدرنا وتمكنا من السيطرة على هذا الوباء، وما كانش يعني كما كنقولوا ولو الخسائر كانت خسائر ولكن ماشي بذاك الحجم اللي كنشوفوا دول اللي يعني اقتصاديات عالمية وهداتها كورونا في ظرف أيام معدودة. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي، كنتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والله يبعد علينا ويبعد عليكم شر هذا الوبلاء والابتلاء. كان معكم مراسل قناة شوف تيفي منير معطاوي من بولمان جهة فاس مكناس، واللي تسجلت بها 9 حالات إصابة مؤكدة في 24 ساعة الأخيرة وحالة وفاة واحدة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.